اسود ايام بلاياك رجعنا من اللي تهدم وراح نعوضه. كان بذرة الأمل بعد المنطقة، كل المحلات فتحوا يمنا والمطاعم وعيادات كثير تفتحت هسه مجمعات طبية، ترجع كل هالحياة مو بس كلهم يتجمعون بالمصارف وهوسة. المركز هذا المشاهد بالتمام المركز اللي موجود بالجانب الايسر وهو مدعوم ايضا من وزاره الصحه. شكر لوزاره الصحه للمدير عام صحتنا وايضا للمنظمات الدوليه اللي ساعدت في انشاء هذين المركزين بالجانب الأيمن وبالجانب الأيسر. قمنا هذا اليوم ومع السيد محافظ نينوى والسيد مدير جهاز الأمن الوطني بافتتاح المراكز المختبرية التخصصية في الجانب الأيمن والأيسر من محافظة نينوى، مختبر الدحاء، مختبر نون. هذه المراكز المختبرية المعتمدة في هذه المحافظة الوحيدة والتي تقوم بإجراء الفحوصات والكشف عن فيروس كوفيد والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المعتمدة والدقيقة والتي تقدم خدمة لأهالي محافظة نينوى، إضافة إلى خدمة للمسافرين وخلال فترة قصيرة جدا وبدقة. شكري وتقديري إلى وزارتنا الرشيدة وإلى السيد محافظ نينوى الذي أصر على أن نقوم بافتتاح هذا المركز في الجانب الأيمن من محافظة نينوى تحديدا، تشجيعا لبقية الأطباء والصيادلة لكي يقومون أيضا بافتتاح صيدلياتهم وعياداتهم الخاصة لتقديم الخدمة لأهالي محافظة نينوى. أتمنى الموفقية والنجاح لجميع الكوادر عاملة في هذه المراكز التخصصية، كما أدعو مواطنينا وأهلنا في محافظة نينوى ونحن نتعرض إلى موجة جديدة من كوفيد 19 أوميكرون، ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات في هذه المحافظة في المنافذ الموجودة والموزعة والتي وفرناها في كل الأقضية والنواحي، ووفرنا كل أنواع اللقاحات لكي نحمي هذه المدينة ونحمي عوائلنا من خطر الإصابة بهذا الوباء. حضرت اليوم نيابة عن السيد قائد عمليات نينوى إلى افتتاح مختبرات الصحة التي أسست برعاية مديرية صحة نينوى في الجانبين الأيمن والأيسر، وكنا في رفقة السيد المحافظ المحترم. هذه المختبرات إن شاء الله ستكون رافدا كبيرا لخدمة أبناء محافظة نينوى. احنا اخترنا هاي المكان بالذات، وكان ممكن نختار مكان آخر لكون احنا ردنا إعادة الحياة لهذه المنطقة، حيث أن هذه المنطقة كانت فاقدة للحياة. أول ما جينا وبدينا بهذا المشروع بدأ العديد من المطاعم والمحلات يرجعون يفتحون مرة ثانية من يوم الأول يوم بدينا بالتنظيف وجينا. كذلك الأهالي عادوا إلى منازلهم بعد أن انتقلوا إلى الجانب الأيسر، واحنا من مكاننا هذا نعلن أنه نساعد الناس مقدم الخدمات بأنسب الأسعار وكافة الخدمات لكل من يحتاجها، سواء بالسعر الحقيقي أو بأقل الأسعار. وكذلك الفحوص، حيث نقوم بفحص كوفيد 19 والفحوصات المتعلقة بهذا الفيروس وإصدار بطاقة اللقاح للمرضى، كذلك الفحوصات العامة المختبرية لكل من يحتاج. أعلن أنا من هنا حتى اللي ما عنده نهائيا إحنا مستعدين لإجراء الفحص له سواء كوفيد أو فحوصات المختبرية العامة، كذلك فحوصات العقم وما يتعلق بها في هذا المختبر.